بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية رب. حبيباتي الغاليات، هذا الدواء اللي كنت وعدتكم به ديال الشقيقة، ديال الصداع المزمن ديال الراس، وديال الصقيع ديال الشمس اللي كتكون الانسان ضربته الشمس او كان حدا الفاخر بزاف والضياف كانوا عنده بزاف، و يعني كانت شي مناسبة طياب وهذا، وديك ديك الحرارة والسفر وهذا كيشدنا واحد الراس. هذا الدواء ديالو دقه بطله حبيباتي، ما غادي يرجع لكم على مود على سنين. يعني هذا الالم اللي كيبقى مزمن ماشي مره راه غير كيضر الراس، ماشي حاجه اللي تقلقنا ولا تعصبنا. حبيباتي الغاليات، هذا الدواء هذا هو عباره عن دقيق الشعير. شفتوا دقيق الشعير؟ يعني الشعير ماشي القمح، ماشي فرينه، ماشي الدقيق الابيض، الشعير والخل الاحمر ديالنا اللي كنديرو حنا في الاكل، الخل او الخل الاحمر يكون بارد، تكون مبردتيه من قبل، وما زهر، هذا ما زهر تكون حتى مبردتيه، وواحد القطعه ديال الثوب تكون طويله تقدي تحزمي بها راسك، يعني تقدي تحزمي بها راسك بحال هكا. او شي منديل ديال الشعر يكون غادي يعني هكا خفيف باش يخرج هذاك الماء ديالو للراس. اش كنديروا لحبيباتي لهاد الدواء هذا؟ كنشدوا هاد الدقيق الزرع تقريبا منه واحد جوج معالق حتى هما ثلاثه كبار ديال الدقيق الزرع مطحون ومغربل ما فيش النخاله، كنضيفوا كيكون بارد، كنشدوا واحد الوقيته مثلا المغرب او يعني من الاحسن مراسله المغرب، فاش تصلي المغرب شدي ديري شويه ديال يعني ماشي المهم تخلطي به هذا، ماشي العبار، تخلطي به هذا يكون هكا شويه جاري، شويه ديال الماء وزهر يكون بارد بحال هكا، كديري عليه الخل حتى هو يكون بارد من الثلاجه هكا، كتخلطيهم بحال هكا، تخلطي هذا الشيء كامل تيكون سائل بحال هكا. الا شتي خاصو كتزيدي واحد شويه ديال الزهر، شويه ديال الخل. المهم هاد ثلاثه المكونات، الزرع، دقيق الزرع ودقيق الشعير مع الخل الاحمر ومع ماء زهر، يكونوا باردين، الخل وماء زهر يكونوا باردين من الثلاجه، كتخلطي حتى يولي سائل بحال هكا. شفتوا؟ غادي نضيف له واحد شويه ديال ماء ورد او ماء زهر بحال هكا، ندير ليه قطرات من الخل وغادي نخلطو حتى نخلطو باقي حتى يتخلط مزيان من ورصله المغرب. صلوا المغرب وديروها او ورصله الصبح فاش تصلي الفجر، حتى يتفاجئ الحال وديريها حتى تشوفي قربت تطلع الشمس او تطلع الشمس وديريها او عند المغرب باش الراس ديالنا يتشرب هذا الدواء. كان قالوا لي واحد السيد الله يرحمه راه مات، كيداويها بالعشاب، الناس كتجي كيعطيك كيقول لك سيري ما ديري هكا، ديري هاد العشبه هذيك، يعني الدواء ديالو معروف، نسيت نتفكر في السميه ديال الله يرحمه. كتشدي هاد الثوب هذا كديري له بحال هكا، شتي بحال هكا، او منديل دوك كنديرو للحمام ديال الشعر، وكتشدي هاد سميتو وغادي ديري له بحال هكا على قد راسك، على قد هاد الدوره هادي ديال الراس. بحال هكا، صدقوني انا جربتو فعال، ما كيخليش الشقيقه، ما كيخليش داك الصداع ديال الراس، داك الحزيم الراس والحمام والصقيع والشمس ومن بعد السفر ومن بعد الفاخر، الى عندنا نطيبو بزاف على الفاخر كديري بحال هكا، كديري بحال هكا، وهاد الجهه اللي مواليه هي اللي غادي توالي الراس، تحزمي بها راسك، تحزمي بها راسك البنات. سمحوا لي انا غادي نحيد نغير ندير من حافتي القديمه اللي انا غادي نخرج بها، غادي ندير الاخرى وغادي نوريكم. حبيباتي كديريه على الجبين ديالك هكا وتزيريه تولي ديك الجهه الرقيقه من الثوب اللي باش داك باش تحسي بديك البروده ديال سميتو، واخا يقطر معاك شويه ديال الماء هنايا ديالو، معلي كتحيدي شي حاجه كنتي ديرتي على راسك، طبعا غتكوني في الدار ديالك، تحيدي شي منديل ما تخليه، جمعي شعرك هنا الفوق وتخلي باش تخلي هاد البلاصه وتخرجي ودنك من هنايا باش ما يردوش ويجي على هاد الحزام هذا، وتكرديه بحال هكا تعديه من هنا
وتخليه، غادي تخليه وتزيريه على راسك حتى تحسي بديك البروده ديالو. شتي خاصو يكون مبلل مزيان باش داك الماء تحسينه، واخا يقطر عليك خاصو تحسي به يقطر معك. كتفوتي واحد شويه كتحسي بداك البروده ديالو وكتعجبك في راسك، يعني كتحسي بها مزيان وكتستحليها، يعني كتبغيها وكتخليها. تخليه هكاك على راسك، شاد على راسك وانتي فضل يعني فضل. لهذا من الاحسن ديريه ورسلات الصبح ورسلات المغرب، ديريه مره في النهار 3 ايام متتاليه في نفس الوقت اللي درتيه فيها. كتخليه على راسك حتى فاش تحيديه كتلقيه يبس، هذاك تخليه ساعه نص ساعه 45 دقيقه فوق نص ساعه الفوق، حتى تحسي تلقاي ملي كتفتحيه كتلقاي هذاك الخليط ولا يابس هكا، كتفرتيه كتلوحيه كتصبني. هذه تنشريها اليوم الثاني، تعاودي نفس الشيء. ما ورد الزهر يكون بارد في الثلاجه، الخل يكون بارد في الثلاجه، ودقيق الشعير مغربل ومنيل مزيان. الشعير كتخلطيهم كي شتي، خاصهم يكونوا يعني هكا سايبين شويه بحال ديال الحريره تقريبا او ديال البغرير او الكيك هكا، وكديريهم كيف شتو. هادي عبد الحق السيد اللي عطاها لينا، سميتو عبد الحق الله يرحمه، دواء يعني كل شيء العائله ديالي كديرو. بزاف الناس هنايا عاطينهم في مدينه كلمين، في شي مدينه اخرى ما عرفت، رائع للراس، ما كيخليش داك الصداع ديال الراس، ما كيخليش الشريقه. انا واحد المره شدتني وبقيت ما خليت دواء، ما خليت والو، حتى كنجلس نبكي وعيني كتبقى ماشيه بالدواء حتى درتو. حبيباتي غادي نجرب ونحاول هاد الوصفه، نقول لكم بالعربيه يعني باللهجه، هي ماشي العربيه الفصحى انا ما كنعرفهاش، ولكن بنحاول نشرحها للبنات اللي ماشي مغربيات، لانه ولاو كيدخلوا عندي بزاف ديال البنات عراقيات ومصريات مسكين، يقولوا ما كنفهموش، بغينا ولكن ما كنفهموش. حبيباتي هذه الوصفه هي العلاج الشقيقه او الصداع ديال الراس، يعني جد 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 فعاله وسهله، لكن لازم تحطيها ديريها 3 ايام متتاليه وفي نفس الوقت كل يوم، ودائما عند غروب الشمس او عند قبل طلوع الشمس بالقليل، وتخليها تقريبا لحد ما تنشف على راسك، ومن بعد تشيليها او تحيديها. ما المهم ما عرفتش واش صالحه ولا ماشي صالحه. حبيباتي تاخذوا 2 ملاعق شوربه مليانين بدقيق الشعير. هنا غادي نقول للبنات المغربيات اللي في برا في اوروبا ما عندهمش دقيق الشعير، اللي هو الدقيق الزرع، دقيق الشعير راه ماشي هو الفارينه، ماشي هو، ما عندهمش، جربوها بدقيق القمح. دقيق القمح كيتباع في السوبر مارشيات، كاين موجود، هذاك الكامل غربليه، حيدي ديك النخاله ديالو ديريه. وحتى بنات المصريات والعراقيات جربوها بالطح، يعني اي دقيق عندكم دقيق القمح جربوها به، ان شاء الله تكون. فانا ما جربت بدقيق القمح، والشخص اللي قال لنا على نديرو دقيق الشعير، لكن اللي ما لقى يجرب، ربما الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الشفاء. ملعقتين حتى لثلاث ملاعق من هذا الطحين، ملعقتين حتى لثلاث ملاعق من الخل، يعني هو يفضل احنا عندنا خل مغربي، والله ما نعرف مناش مصنوع، عرفتوا البنات داك الخل القديم اللي عندنا في المغرب، ولكن البنات اللي ما عندهم خارج المغرب، كاين واحد الخل في اوروبا سميتو الفينيغ جون، الخل الاصفر، او جربوا بخل تفاح، لكن هذا الخل لازم يكون في الثلاجه. جربوا بالخل العادي يمكن ينفع، يكون بارد، يعني بارد حتى الا قديت تحطي شوي يعني ماشي يتجمد، ولكن غيكون بارد، خاصو يكون بارد. وهذا دائما الكميه خاصها تكون هذيك، تكون الا خلطوها تكون اوميجين، تكون يعني رخوه شوي، باش هذاك الماء تحسي به يعني يقطر على جبينك وعلى وجهك وهكا. ملعقتين حتى لثلاث ملاعق دائما ملاعق شوربه من ماء ورد او ماء الزهر، ورده الزهر عرفتوا، نستقطروا منه، يديروه السوريين ومعروف هذا، كديروا محتوى يكون بارد، وتخلطوا هذه الخلطه بسرعه وتحطوها في منديل سميتو يلا جبدوا لي بالمصريه، انا كنتفرج بعدا كاين مرات في شي حاجه مصريه بلاتي، ثوب بلاتي كيقولوا شي حاجه بحال هكا، قماش ايه
قماش خالتي قماشة قماش حطي حطي يكون يكون يخرج هذاك البلل ديال هذاك هذيك الخلطة على راسك. وحيدي ما تحطي، انا هنا في الفيديو حاطه سميتو حاطه الملحف مغطي شعري، يعني ما نقد نحط لكم شعري مكشوف. ولهذا ديرو حبيباتي، لهذا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، هذا حاولت نشرح للبنات. اعتذر الا كانت اللهجه مخلطه من يمين ويسار، شويه من سوريا وشويه من هكا وهكا، معليش البنات. حبيباتي اللي ما لقيتوش الخل المغربي اللي كاين برا، راه كاين عند المغاربه كيبيعوه، ودقيق الشعير حاولوا ديروها بدقيق القمح الكامل، غربلوه مزيان وديروا اللي كيتباع في السوبر مارشيات. واني بكم راني نحبكم كامل حبيباتي. هذا الفيديو حط كنت سجلت من نهار كنت معروضه وحاطه الماكياج، كنت حطيت لكم الفيديو ما عجب البنات، واصلا انا حتى انا فاش شفت الفيديو ما عجبنيش، اضطريت انا نغطي وجهي لهذا السبب. واني بكم راني نحبكم كاملين.